أعزائي المشاهدين، نعود مرة أخرى حديثنا عن المتزوجون الجدد، تكاليف الزواج. تكاليف الزواج كثير من الدول ربما تكون بسيطة وعادية، كثير من الدول يعتمد طبعا إذا كانت أهل الزوج أو أهل الزوجة راح يقومون بدفع المصاريف هذه. هناك في عادات جيدة في كثير بعد من الدول لبعض الناس، وهي مرات المشاركة، يعني العم والخال والأصدقاء والأقارب يساعدون دائما ويقدمون كل واحد اللي في مقدور يقدم للمتزوجين الجدد ويخفف من عندهم أعباء الزواج. إلا أن هني كثير من دول هذه لا تكون مسؤولية الشخص نفسه، وربما يكون الزوج اللي هو يتعب أساس أنه يوفر كل المتطلبات اللي هي تلقى على كاهله بالنسبة للزواج. لو رحنا لتكاليف الزواج والسلايد اللي راح يطلع أمامكم، لا زالت التكاليف تعتبر عالية مقارنة حتى بمداخيل كثير من الأشخاص. لا ننسى أن الشخص اللي لو نظرنا إلى متوسط تكاليف الشخص اللي هو التكاليف المتوسطة اللي هي توصل إلى 200 حتى حوالي 50 ألف درهم مثلا أو 256 ألف درهم، هذه تكاليف عالية وخاصة بالنسبة للأشخاص اللي هو راتب 10,000 أو 15 ألف درهم. وهذه معظم التكاليف هي ليست على أشخاص لديهم المقدرة على دفع التكاليف هذه، معظم الأشخاص لديهم رواتب محدودة ولديهم بعد حتى قبل الزواج التزامات أخرى أو ربما حتى ديون. إذا يبدأ الزواج ويكون دين على دين. إذا التكاليف العالية للزواج في بعض الأماكن هي تكون أحد العقبات وأحد الإشكاليات اللي هي ترافق الزوجين طول حياتهم. أمنيتنا طبعا أن تكون هناك في نوع من العقلانية بالنسبة لمصاريف الزواج. ذكرتني إحدى الأخوات اللي أعطتني حتى البيانات هذه وزودتني فيها لأنها تعرف أكثر في الموضوع ومتخصصة فيه. ذكرت لي الآن حتى في كثير من الأماكن يكون كتب الكتاب ويسافرون لشهر العسل، وعندما يرجعون يقومون بحفلات بسيطة صغيرة يجنبون فيها التكاليف العالية لأن يجدون أنها أذكى طريقة للتصرف المالي. طبعا الفرحة مطلوبة لكنها يجب أنها تكون غير مكلفة ويجب أنها تكون غير مؤذية للزوجين على المدى الطويل. إذا هناك تكاليف الزواج اللي ذكرناها هي إحدى التحديات. عندنا اتصال من الأخ بدر من السعودية، تفضل. طال عمرك أخوي بدر. السلام عليكم. عليكم السلام أخوي بدر. مساء الخير. مساك الله بالخير عامر، طال عمرك. معذرة عندي مشاركة صغيرة وأتمنى من حضرتك التعليق عليها. تفضل طال عمرك. إذا بما أننا شباب في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ونتشارك هموم كثيرة، نعم، من غلاء الأسعار ومن أمور شتى، نعم، وللأسف الكل يرتفع إلى دخل الشاب المغلوب على أمره قليلا، نعم، قد نقول يعني. نعم. إذن لتجاوز الأمور هذه قرأت في كتب كثير ومقالات كثير، اقتبست البعض منها ووجدت أنه مفيد وأتمنى من حضرتك التعليق عليها. نعم. مثال وجود البدائل الكثيرة في الأسواق، فإذن الشاب العربي غير مجبور شراء سلعة معينة قد تكون غالية بينما في بدائل أخرى كثيرة، نعم، أفضل وأرخص. إذن نعم. وكذلك في السفر إلى البلدان قد يكون فيه وجود بلدان تقدم نفس المميزات، نعم، نفس عروض الأوتيلات، نعم، ولكن بعروض أفضل، نعم، من القيمة. نعم. إذن الحلول كثيرة، نعم، والبدائل كثيرة، نعم، ويجب أنه نجتهد في إيجاد البديل دائما، نعم، وترك الشيء المبالغ في سعره. نعم. أعتقد لو استمرينا في الناحية هذه سنجد التاجر المبالغ بالسعر أو الجهة المبالغة في السعر في نهاية الأمر سترضخ لأمرنا ويقدمون العروض والمميزات وإلى آخره. نعم. من ناحية العادات والتقاليد العائلية أعتقد هذه
مشكلة كبيرة تواجه أي شاب عربي. نعم. ولكن لو التزمنا في ديننا والتزمنا بقصص الصحابة وكيف تزوجوا الصحابيات وكيف تزوجوا الصحابة. نعم. من التيسير والأمور هذه، وقد يكون المشايخ وأئمة المساجد لهم دور كبير. نعم. في إيصال المعلومة إلى المجتمع. نعم. وإلى أولياء الأمور. نعم. وأعتقد أنه الحل كبير في إيدهم. نعم. النقطة الأخيرة دكتوري فاضل. آمر طلع. الاستغفار الاستغفار الاستغفار. وفي ذلك خير كثير للشعب العربي بما أننا مسلمون. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم. سورة نوح. نعم. من الآية العاشرة للآية 12. نعم. فالحل موجود في قرآننا الكريم. نعم. وفي ديننا. نعم. وأتمنى من حضرتك دكتور التعليق على ما قلت. شكرا لك. مشكور أخي بدر. أنا أتمنى صراحة ذكر كثير من النقاط اللي ربما ذكرناها خلال الحلقات السابقة. بالنسبة للشباب أي يعني فرحتي أنا اليوم، هناك طبعا أزمة مالية لكن هناك نوع من البهجة، أن الأزمة هذه راح تخلق نمط حياة يختلف عن النمط السابق. هذه عملت نوع من البريك وعملت نوع من التوقف لكثير من تصرفاتنا ونظرتنا للحياة. السيولة العالية اللي هي كانت موجودة في كثير من المجتمعات تخلق نوع من عدم التصرف السليم والنظرة الناقصة لمتطلبات الحياة. ولا ننسى أن وجود سيولة عالية أخوي بدر هي اللي تخلق التضخم وزيادة الأسعار، ووجود سيولة عالية وأموال عالية ما تخلي الشخص يتسوق بطريقة ذكية ويحتاج أفضل السلع وأفضل البدائل اللي هي موجودة. يقول لك أنا أصرف وما يهمني لأن أنا عندي فلوس. إذا السيولة العالية هذه اللي كانت موجودة هي كانت بعد تخلق نوع من السلوك السيء. الأخ بدر لو نظرت أنت قبل 40 أو 50 سنة، مجتمعاتنا وخاصة المجتمعات الخليجية كانوا أذكى الناس في التصرف المالي الفردي والشخصي، لأن الشخص يحسب للفلس أو الريال أو الدرهم كيف يصرفه وكيف يحطه في مكانه. معظم الظواهر هذه إجت خلال الطفرة، وفي بعض الدول حتى لو أنها ليست لديها طفرة نفطية هناك لديها طفرة استهلاكية، يعني النمط الاستهلاكي طغى على دول كثيرة من العالم حتى أوروبا العريقة بعملية الادخار وعملية اللي هي التوفير، واليابان طغى عليها ودخل عندها اللي هي النمط الاستهلاكي اللي يخلي الشخص يجري وراء الاستهلاك، وخاصة لسلع الآن تصنع وتصدر وهي تستهلك في وقت قصير، يعني الشيلف لايف مالها عمرها الافتراضي قصير، يعني لما تاخذ الحاسب الآلي يعني بعد سنة سنتين لازم ترميه وتاخذ حاسب آلي آخر، لما تاخذ الثلاجة أو الغسالة أو أي من الأجهزة هذه يعني الناس تنظر أنت دائما لعملية الاستبدال، لو أنك أنت بعد تبغي أو تنوي إصلاح كثير من الأجهزة هذه لن تجد قطع الغيار. إذا صار العالم يختلف عن العالم السابق، وهناك إشكالية في عملية الاستهلاك المستمر، هناك طرق مختلفة لي أنك أنت كيف تنظر للدخل مالك، لأن الأخ بدر أهم نقطة بالنسبة لأي شخص أن هناك دخل، هناك مورد للمال، مورد المال هذا أنا كيف أستغله وكيف أني أوظفه بأفضل طريقة. طبعا الأخلاق تحتم عليك الشيء هذا، الدين طبعا يحتم عليك الشيء هذا، ولاحظ أن هذا التصرف موجود في كثير من دول العالم حتى في ديانات الدول الأخرى موجودة، عملية التبذير وعملية المبالغة غير مطلوبة، الاعتدال دائما مطلوب في عملية اللي هي التصرف والتصرف السليم. فمشكور على مشاركتك، ما شاء الله عليك أخي بدر غطيت كثير من النقاط اللي هي مفروض ينظر لها الشاب في حياته. هناك طبعا الاحتياجات المالية اللي هي يحتاجها، نرجع إلى صلب موضوعنا، الاحتياجات المالية اللي يحتاجها الزوجين في البداية هي متعددة وهي مختلفة، لذا نحب أن نمر عليها ونحاول نوضحها، لأن مثل ما تكلم الأخ بدر نبغي نستخدم نحن طريقة منهجية ونبغي نستخدم طريقة يعني وأسلوب جيد في التعامل مع وضع الزوجين. يعني أوكي نحن عندنا المشاكل هذه وعندنا الظواهر هاي وعندنا، لكن كيف نحن نتخطى بطريقة يعني
منتظمة وبطريقة جيدة وبطريقة علمية. بالنسبة طبعا للزوجين تحسين الدخل أو وضع الدخل، وهذه لازلنا تحدثنا عنها في البرنامج السابق، وتكلمنا عن الدخل سواء كان دخل الفرد أو يعني الزوج إذا كان يشتغل لوحده أو الزوج والزوجة يشتغلون الاثنين معا. هذه بعد تعتمد على وضع الزوجين وأهدافهم المالية